قال حط غراب فوق غصن شجرة وجبنة في فمه مدورة، شمها الثعلب من بعيد ثم رآها كهلال العيد، فجاء يزي المدح للغراب كأنه من جملة الأصحاب، يقول يا غراب يا ابن سهري وجهك هذا أم ضياء البدر، لله ما أحلاك حين تنجلي، صوتك أحلى من صفير البلبل، ها أنا أريدك أن تغني علا الله يزيل الحزن عني. قال فصدق الغراب قول الثعلب وحرك المنقار فعل المعجب، وقال يا ليل بكل عزمه فسقطت جبنته من فمه. قال قبضها الثعلب قبض الروح وقال في بطني حلالا روحي، ثم رنا للطائر الغبي وقال قول الحاذق الذكي، خذها نصيحة يا سيد الغربان واحفظها للآتي من الأزمان، من يقبل المديح من أعدائه يعيش حزينا أو يمت بدائه. فتؤخذ العبرة، العبرة والعظة من المعنى الذي يراد أن يوصل به إلى الدلالة.